مصر تحيي اليوم الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو، ذكرى استجابة القوات المسلحة للإرادة الشعبية بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية. مصر تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وتحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. أوكرانيا تقر بتقدم القوات الروسية بمناطق شرق البلاد، والأمن الروسي يعلن إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة بتوقيت. أهلا بحضراتكم. تحل اليوم الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو عندما انتصرت القيادة العامة للقوات المسلحة كعادتها للشعب. بيان وضع خارطة طريق لمرحلة حرجة من عمر الوطن وصولا لحلم الجمهورية الجديدة. في الثالث من يوليو من عام 2013 نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك معلنا خارطة المستقبل. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. كعادتها دوما تقف القوات المسلحة على العهد في مساندتها لأبناء شعبها وأمتها، فاستمعت لنداء الملايين التي احتشدت في الميادين وتلك التي علت أصواتها رفضا للوضع القائم آنذاك. بيان الثالث من يوليو المحروسة جميعها في لحظة انتظار مهيب لكلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليخرج ويعلن استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب معلنا لحظة الخلاص من جماعة الظلم والظلام بخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والشبابية في البلاد. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. أعلنها حينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهتف الشعب فرحا: نحن في مرحلة جديدة وبدأت خطوات تنفيذ خارطة المستقبل. المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مؤقت للبلاد، وتوالت الخطوات بدستور جديد للبلاد ورئيس انتخبته الملايين بإرادة حرة لتدخل البلاد إلى مرحلة من النمو والازدهار السياسي والاقتصادي، وأصبحت ربوع مصر على موعد مع مشروعات كبرى أعادت لمصر وجهها المشرق من جديد. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو الذي ألقاه آنذاك وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن الاستجابة للإرادة الشعبية بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية التي حاولت اختطاف مصر وطمس هويتها. وأكد بيان القوات المسلحة على ما بذلته من جهود خلال أشهر لاحتواء الموقف الداخلي ولإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. يوم الثالث من يوليو ليس مجرد ذكرى ولكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن. يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤامرات اغتيال مؤسساتها وخيانة ترابها.
وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي. مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة 30 من يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصبو إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم. علامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ 3 يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها، وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين العصابات المسلحة. في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يميل للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري. فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة 30 يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد. ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب، ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة ستار العنف والظلام. استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية على مدى سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية حتى جاءت كلمة النهاية في 3 يوليو استجابة لثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو عام 2013. الثورة المصرية ضد الجماعة الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيارها بمصر، بل كانت الضربة القاصمة لها في مختلف في الدول العربية، وامتدت آثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. سقطت ورقة التوت فبدت انشقاقات الجماعة المنحلة وصراعاتها على المغانم واضحة، إضافة إلى انكشاف تضليلها لجيل من الشباب تحت شعارات مزيفة. جماعة الإخوان الإرهابية التي استطاعت على مدار سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية، جاءتها الضربة القاضية بهبة الشعب المصري وظحره لها في ثورة 30 يونيو من عام 2013. الثورة المصرية ضد جماعة الخداع الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيار الجماعة بمصر، بل كانت الضربة القاصمة للجماعة في مختلف الدول العربية، وامتدت أثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. خريف عاصف ضرب الجماعة في أعقاب ثورة يونيو بدأت بسقوط مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع سجيناً عقب قيادته لأحداث العنف التي تلت الثورة، ليتم الإعلان عن محمود عزت قائماً بأعمال الجماعة وموجهاً لعملياتها الإرهابية في ربوع الوطن، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في أغسطس 2020 ليتولى بعده إبراهيم منير الهارب في بريطانيا التوجيه الإرهابي للجماعة حتى وافته المنية عام 2022. السقوط السريع للحرس القديم أشعل صراعاً في مغانم وإرث الجماعة الإرهابية والتمويلات التي تأتيها من مزعزع استقرار الأمم، إضافة إلى اشتعال الصراع الأيديولوجي بين شباب الجماعة ومنتفعيها القدامى بعدما تأكد لشبابها أنهم كانوا مجرد حطب لنيران مطامع زعمائها. الجماعة الإرهابية انقلبت على نفسها بالانقسام بين جبهتي إسطنبول ولندن ومحاولة إنصاف القيادات بإجزال العطاء لجذب الطامعين كداعمين لهم، بعدما انفض من حولهم الآلاف من المخدوعين بشعاراتهم البراقة على مدار سنوات. الأمين العام السابق للجماعة الإرهابية محمود حسين
أعلن نفسه قائماً بأعمال المرشد كخطوة استباقية للسيطرة على تمويلات التنظيم، فلم يكن أمام جبهة لندن إلا تنفيذ خطواتها المضادة وإعلان القيادي صلاح عبد الحق قائماً بالأعمال خلفاً لإبراهيم منير ليشتعل الخلاف الإخواني. الجبهتان المتناحرتان بالجماعة الإرهابية سرعان ما رمت كل منهما الأخرى بالأكاذيب ومحاولة استحداث تنظيمات متوازية، بل جاز للبعض سحب الصفة التنظيمية عن الآخر. حالة من الانقسام داخل التنظيم الإرهابي أعمق مما تخيله الوسطاء الذين سعوا للم شمل الجماعة بعد الفشل في الوصول إلى صيغة توافقية بين جبهات الإخوان المتصارعة. فالتشرذم والانقسام لم يقف عند تناحر الجبهتين الأبرز في تركيا وبريطانيا، بل امتد إلى داخل الجبهة الواحدة نفسها، حيث رفض أعضاء بجبهة لندن الاعتراف بزعامة صلاح عبد الحق للتنظيم لضعف كفاءته وقفزه حديثاً على المشهد سعياً وراء مغانم التمويل غير المشروع، مشككين في روايته بأن ولايته جاءت تنفيذاً لوصية إبراهيم منير، بينما وصف البعض وصوله الغامض للمشهد بأنه جاء لتفويت الفرصة على التكتلات داخل جبهة لندن ذاتها والمتربصين للسيطرة على الجبهة. أمر آخر زاد من آلام الجماعة الإرهابية وهو التوجه العالمي للتصدي للإرهاب البغيض الذي لم يسلم منه أحد، والذي تؤكد كل الدراسات أن جميع تلك التنظيمات الإرهابية نهلت من نهر أفكار تنظيم الإخوان المسمم، فباتوا مزمومين في شتى الأرض، ولعل آخرها ما استهدف منابع تمويل التنظيم في فرنسا، حيث صادرت باريس 25 مليون يورو لصناديق مشبوهة للإخوان. الجماعة الإرهابية التي توالت هزائمها تعيش شيخوختها التنظيمية بعدما استشرى بجسدها مرض الانقسام من القمة إلى القاع ليترقب إزدال الستار عن فصلها الأخير. إذن هي لحظة فارقة في تاريخ الشعب المصري وضعت حداً لحكم الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 من يونيو المجيدة. معنا ومع حضراتكم ينضم إلينا هاتفياً الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق. أهلاً بك معنا أستاذ عماد، كل عام أنت بخير. يعني قراءتك لعمر 10 سنوات من تاريخ الوطن، من تاريخ 3/7/2013 وحتى اللحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل المشاهدين وكل عام وكل المصريين بأفضل حال يا رب. طبعا 10 سنوات تاريخ مهم، عشرية مهمة، يعني بعبارة محددة 30 يونيو هو تاريخ فاصل في حياة مصر سنتذكره كثيرا، لأنه أوقف محاولة لتغيير هوية مصر بصورة غير معهودة لا تتعودها المصريون إطلاقا، وسيظل محفورا أيضا أن ملايين المصريين خرجوا دفاعا عن هذه الهوية ودفاعا عن وجه مصر الحضاري والطبيعي، وأسقطوا مشروع كان يراد له أن يغير ليس فقط وجه مصر وهويتها ولكن هوية المنطقة، ويدخلها في يعني شكل غريب جدا. يعني رأينا بعض مؤشراته في بعض الدول التي ما زالت تعاني من محاولة فرض نموذج غريب على شعوب المنطقة. 30 يونيو مش بس أنقذت مصر من هذا المصير، لكن أنا أتصور أنها أنقذت الأمة العربية بأكملها، بل صححت محاولة تشويه صورة الدين الإسلامي لدى العالم. 30 يونيو كانت يعني ائتلاف نادر لكل غالبية مكونات الشعب المصري اللي طلع بدون يعني تقريبا ترتيب مسبق، وتمكن من إجهاض هذا المشروع الظلامي والعودة للطبيعة المصرية المعتدلة. نعم. ما الرسائل الممتدة حتى هذه اللحظة؟ ما الدروس المستفادة سواء من 30 من يونيو أو حتى ما بعدها من أحداث؟ نحن اليوم نحتفي بالثالث من يوليو، الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو. بالتأكيد هناك دروس مستفادة، بالتأكيد هناك رسائل ممتدة حتى هذه اللحظة أستاذ عماد، كيف تقرأها وما هي وما هو وصفك الخاص لهذه العشرية كما ذكرت قبل قليل؟ الدروس كثيرة ومتشعبة في مجالات كثيرة، لكن تقديري أنه أحد أهمها على الإطلاق هو الدور المصري الرائد. مصر دولة، يعني أحيانا كثيرا بنتكلم أن إحنا شعب حضارة
وما بندركش بالظبط يعني حضاره. حضاره يعني الناس ممكن تبقى بسيطه جدا وما اتعلمتش في مدارس خالص، لكن عندها مخزون حضاري يقدر يخليها في اوقات الازمات تتصرف طبقا لهذا المخزون وتتصرف صح وتلقط الاشاره صح. هذه نقطه مهمه، ان المصريين شعب راقي فعلا وشعب متحضر، يصعب تماما ان هو يخدعه بهذه الطريقه التي اريد بها ان يتم خديعته. هذه واحده. النقطه الثانيه واراها مهمه جدا، ان الدور الرائد لمصر في المنطقه شديد الاهميه. الارهاب الاسود تمكن من اختراق العديد من الدول العربيه، حتى دول اشعل حروبا اهليه ما زالت بعضها مستمره حتى الان، ونرى بعض الدول العربيه يعني غرقت في مستنقع العنف والفوضى، في حين ان مصر تمكنت في خلال اقل من عام من وقف هذا السرطان ووقف تمدده والانتهاز عليه، وكانت وبعد الانتصار المصري الكبير في 30 يونيو بدات هذه الحلقات تتساقط في غالبيه دول الاقليم، حتى الذين كانوا يدعمون هذا الارهاب بالمال والسلاح والسياسه والدعم اقليميا ودوليا اقروا بهزيمتهم، بل وبدا بعضهم يخطب ود مصر. وبالتالي هذه نقطه مهمه جدا، قد تكون مصر تواجه صعوبات اقتصاديه هنا او هناك، قد تكون تواجه صعوبات كثيره في ملفات كثيره، لكن قيمه مصر ودورها ستظل كبيره ومهمه في الاقليم، والعالم او من يقرؤون التاريخ جيدا يدركون ذلك، ان القصه فقط او الدور الحضاري والتاثير ليس فقط بالمال رغم اهميته، لكنه هناك عناصر كثيره جدا ما زالت موجوده في مصر نامل ان يتم يعني تطويرها للافضل ان شاء الله. نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، شكرا جزيلا لك. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة المصرية خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. وللمزيد معنا من الأراضي المقدسة موفدنا إلى هناك محمد حلمي. محمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء لديك وأيضا إجراءات عودة الحجاج المصريين. تحياتي لك دينا من مقر البعثة الطبية المصرية هنا بمكة المكرمة. بالفعل بيتم تفويج الحجاج المصريين على محورين بعد أداء المشاعر، إما إلى أرض الوطن مصر من خلال اليوم 14 رحلة جوية، منها 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة لحجاج القرعة والتضامن والبعثات النوعية، وكذلك الأجانب والترانزيت. بالنسبة لضيوف الرحلات
الرحمن، الحمد لله ضيوف الرحمن حجاج مصر بخير. عدد الحالات المنومه في المستشفيات تم خروج 4 حالات، كان بالامس 52 حاله، تم خروج 4 حالات صباح اليوم، باقي 48 حاله منهم 24 حاله بالعنايه المركزه. ولكن اليوم كانت هناك جوله من اعضاء البعثه الطبيه المصريه بهذه المستشفيات للوقوف على الحاله الصحيه لهؤلاء الحجاج المصريين والخدمه العلاجيه التي تقدم لهم. الحمد لله تقابلنا مع الحالات الموجوده في العنايه المركزه، حالتها مستقره وبيتم التعامل معها الى ان يتم دخولها القسم الداخلي. أؤكد لك أن الحمد لله أجواء روحانية عالية ما بين ضيوف الرحمن، خاصة المرضى الموجودين المنومين في المستشفيات لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية. العيادات البعثة تعمل بكامل طاقتها سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وصل عدد الحالات ل 20,350 حاله ترددوا على هذه العيادات، بيتم تقديم لهم الخدمات التشخيصيه والعلاجيه والدوائيه على مدار الساعه. كذلك هناك العديد من الندوات التي قام بها فرق الطب الوقائي بالتجمعات اللي يوجد بها الحجاج المصريين بمقر اقامتهم سواء بالمساجد او بالمطاعم. وصل عدد هذه الندوات الى ما يقرب من 900 ندوه، كان متردد عليها ما يقرب من 28,600 حاج. أؤكد لك أن الحمد لله لا توجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين. كما قلت أجواء روحانية عالية رغم الظروف المناخية التي قابلها الحجاج المصريين أثناء المشاعر، كانت تصل درجات الحرارة في بعض الأيام إلى أكثر من 48 درجة، ولكن المجهود على قدر الثواب على قدر المشقة التي عاناها الحجاج ومنهم الحجاج المصريين. لكن الحمد لله أجواء روحانية عالية تنتاب كافة ضيوف الرحمن، خاصة مع قرب عودتهم إلى أرض الوطن مصر. شكرا جزيلا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك. أدانت مصر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصر في بيان لها عن وزارة الخارجية رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد بدأت عدوانها بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرة الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال تقدر ب 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وفي مخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها، وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة، بديلا عن الحلول السياسية للصراع، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين وما يتسبب به من ضحايا ودمار. وحملت الجامعة العربية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان بوصفه جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية. كما حذرت الجامعة العربية من تبعات هذا العدوان ومن تداعياته، داعية للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وبتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أوقع عددا من الشهداء والمصابين. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ممنهجا ومدروسا تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية. أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن رجال الشرطة والدرك الفرنسي قاموا بمهامهم في ظروف صعبة خلال الأيام الماضية التي شهدت أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد. وخلال زيارته التفقدية لمدينة رانس شمال شرقي فرنسا، شدد دارمانين على أن رجال الشرطة حشدوا كل قواهم ونجحوا في القبض على 3200 شخص في 3 أيام، وهو الأمر الذي وصفه بغير المسبوق. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي التزام الشرطة بمعايير المهنية وأخلاق المهنة في التعامل مع الأحداث الأخيرة. كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية القبض على 157 شخصا خلال الليلة الماضية التي وصفتها بالهادئة. ذكرت الداخلية في بيان لها أن 3 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح في الاشتباكات الأخيرة، وتم استهداف مركز للشرطة وثكنة للدرك، فضلا عن اشتعال النيران في 297 سيارة، بالإضافة لتضرر 34 مبنى، فيما تم تسجيل 352 حريقا على الطرق العامة. للمزيد مشاهدينا الكرام في الأحوال في فرنسا، تنضم إلينا هاتفيا من باريس جيهان جادو، عضوة مجلس أمناء حي فرساي بفرنسا. أهلا بحضرتك معنا. يعني هي أوقات عصيبة مرت على العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام القليلة الماضية، لكن يبدو اليوم الوضع مختلفا، هادئا بعض الشيء. اطلعينا على المستجدات من فضلك. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد يعني شهدت فرنسا الفتره الماضيه او الايام الماضيه يعني مشاهد عصيبه جدا جدا، يعني الحقيقه تناولتها كل شاشات التلفزيون من مظاهرات ومن ايضا التعرض الى الهجوم من يعني المتظاهرين او بعض مثير الشغب في هذه التجمعات من سرقات ومن ايضا هجوم كبير جدا على المحلات، فكان الحقيقه الوضع جد خطير.
يعني اليوم تمت تهدئة بعض الشيء من قبل هؤلاء، يعني باتخاذ فرنسا العديد والعديد من الإجراءات الأمنية التي قامت بها من توفير 45 ألف يعني من الدرك الفرنسي. فطبعا بكل تأكيد الوضع فعلا كان صعبا جدا. إلى الآن يمكن بعض شركات السياحة تخشى جيدا من التطورات ومن الوضع القائم حاليا بفرنسا. يمكن العديد والعديد من الشركات السياحية قد قامت بالفعل بإلغاء الرحلات إلى فرنسا خوفا من التعرض لهجوم أو التعرض لمناوشات من قبل مثيري الشغب الذين فعلا يضرمون النار نيران في الحافلات وأيضا من سرقة ونهب في شوارع فرنسا. فطبعا الحقيقة الوضع صعب للغاية، لكن اليوم نعتبر أنه فعلا يعني أهدى بكثير من الأيام الماضية نظرا لأن هناك السيطرة الأمنية من قبل الشرطة الفرنسية وأيضا من الدرك الفرنسي. يمكن قامت الوحدات الأمنية بالسيطرة بعض الشيء على الأماكن التي بها شغب وبها أيضا يعني مشاكل كثير من النهب والسرقة. نعم، من باريس الأستاذة جيهان جادو عضو مجلس أمناء حي فرزيك بفرنسا، أشكرك جزيل الشكر. أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أقرت بأن القوات الروسية تتقدم في 4 مناطق على خط الجبهة شرق أوكرانيا. وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في جنوب البلاد. بعد نحو شهر على بداية هجومها المضاد الذي كانت تعول عليه أن يحقق انتصارات كبيرة، أقرت أوكرانيا بتقدم القوات الروسية في 4 مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور معارك ضارية. نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أكدت أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في الجهة الجنوبية من بخموت وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة شديدة من قوات موسكو. كما أضافت ماليار أن القوات الروسية تتقدم في مناطق أفيديفكا ومارينكا وليمان. وفي سياق متصل دعت أوكرانيا الولايات المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي لها، مؤكدة أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو على مدى 4 أعوام يعد إشارة جيدة لواشنطن وقوى أخرى كي تسير على نفس الدرب. وبعد مرور 16 شهرا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدم حاسم على ساحة المعركة، وتواصل دعوة حلفائها الغربيين لتسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو في ليتوانيا يومي 11 و12 من يوليو الجاري. هي إذن محاولات عديدة تبذلها أوكرانيا للحصول على دعم دولي لمواصلة الصمود وتحقيق انتصار في ساحة المعركة واستعادة جزء مما فقدته. أكد الكرملين الروسي أن جميع الأجهزة الحكومية والوزارات بما في ذلك أجهزة المخابرات كانت وما زالت تعمل كما ينبغي. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق عندما تلقى سؤالا عن سبب عدم استباق جهاز الأمن الاتحادي لتمرد قوات فاغنر قبل أن يبدأ. وشدد بيسكوف على أن المجتمع الروسي والقوات المسلحة احتشدوا خلف الرئيس فلاديمير بوتين في ذلك الوقت. أكد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي أندري كارتابولوف أن انسحاب مجموعة فاغنر من الحملة العسكرية لموسكو في أوكرانيا لا يؤثر على الإمكانات القتالية لروسيا. كما استبعد المسؤول البرلماني أن تقوم سلطاته بحملة تعبئة جديدة لتعويض أفراد مجموعة فاغنر الذين تركوا ميدان القتال في أوكرانيا بعد التمرد المسلح لقائدهم يفجيني بريغوجين.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف استعداد بلاده للتوصل إلى ما وصفه بالتسوية المعقولة للخروج من الأزمة الحالية. أكد ميدفيديف ضرورة وضع مصالح روسيا في الاعتبار للتوصل لهذه التسوية، لافتا إلى ضرورة ألا يكون هناك المزيد من المناهضين لبلاده. أعلنت أجهزة الأمن الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014 عبر زرع عبوة في سيارته. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم توقيف شخص بشبهة تجنيده من جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، هذا وتشكل شبه جزيرة القرم قاعدة لوجستية مهمة للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوما منذ أسابيع عدة. أعلن البنك المركزي الروسي انخفاض المديونية الخارجية لروسيا لأول مرة منذ عام 2007. أشار بيان للبنك إلى أن الدين الخارجي الروسي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، ليبلغ 354.8 مليار دولار في أبريل من العام الجاري. توقع اتحاد مصدري الحبوب الروسي تحقيق أرقام قياسية لصادرات الحبوب خلال العام الزراعي الحالي. أضاف الاتحاد أن روسيا تخطت حاجز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 59 مليون طن هذا العام. أكد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في رؤيته ومعالجته للصراعات الناشئة على الساحة الدولية والتهديدات التي تهدد أمن أوروبا والعالم. أوضح بوريل في مقال أنه يتعين على أوروبا أن تنظر إلى العوامل التي تشكل المشهد العالمي الجديد من حيث الاتجاه نحو المنافسة الاستراتيجية ثنائية القطب بين الولايات المتحدة والصين التي تنتشر في جميع المجالات، إلى جانب الفوضى متعددة الأقطاب وتزايد الإصرار وسلوك الاحتياط من قبل البلدان الناشئة. تبدأ تايوان مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر ليومين تسبق المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة مع سعيها إلى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين. صعدت بكين منذ أشهر من لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. قبل مناورات عسكرية سنوية هي الأكبر في الجزيرة، أطلقت تايوان مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين مع سعيها لزيادة استعداداتها في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة التايوانية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. مناورات إطلاق الصواريخ تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم شمل
أعلنت محاكاة فرض تطويق كامل لتايوان، وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومتر يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين. والشهر الماضي اقتربت 8 طائرات حربية صينية من حدود المياه الإقليمية لتايوان، كما أبحرت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في مايو الماضي عبر مضيق تايوان في خطوة نادرة. وفي موازاة التوترات العسكرية، لم يسجل أي تحسن في العلاقات السياسية بين الجانبين، فقد رفضت بكين التواصل مع حكومة تساي إنغوين الرافضة لمطالب بكين بشأن الجزيرة منذ انتخابها رئيس في 2016. وأعلنت دائرة الهجرة في تايوان الأسبوع الماضي عدم منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين لحضور معرض دولي للسفر تستضيفه يوليو الجاري. ذكرت مصادر دبلوماسية في طوكيو أن اليابان والاتحاد الأوروبي يدرسان إصدار بيان مشترك يعلنان فيه عزمهما على تعزيز التعاون الأمني البحري والفضائي الإلكتروني بعد اجتماع زعمائهما الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن من المرجح أن تتعهد اليابان والاتحاد الأوروبي بتعزيز تدريباتهما المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمساعدة في تعزيز قدرات الدفاع البحري لدول جنوب شرق آسيا. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بلجيكا للاجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي بعد حضور قمة الناتو والتي تستمر يومين اعتبارا من 11 من يوليو في ليتوانيا. نفى المتحدث باسم الحكومة اليابانية تقارير عن اجتماع مسؤولين من كوريا الشمالية واليابان عدة مرات في شهر يونيو الماضي بشأن اختطاف بيونغ يانغ لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. جاءت هذه الأنباء حول الاجتماعات في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أواخر مايو الماضي بإجراء مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى وبترتيب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 自衛隊、日の基本射撃場において自衛隊による射撃事案が発生し ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة بابوا الواقعة شرق إندونيسيا، وذلك دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة أو خسائر بشرية. من جانبها قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، لكنها حذرت من توابع محتملة للزلزال. أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء ما يزيد على 360 ألف ساكن في مدينة كوماموتو بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كيوشو جنوب غربي البلاد في انهيار جسر خرساني يبلغ ارتفاعه 37 مترا يمر فوق أحد الأنهار. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعد في جميع أنحاء المنطقة حتى ظهر غد الثلاثاء، ودعت السكان إلى توخي الحذر من الانهيارات الطينية والفيضانات. تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج. المؤتمر المقرر انعقاده يوم 31 من يوليو الجاري يأتي بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف الدول، وكذلك مشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج والعمل على دراستها وتنفيذها.
تواصل مبادرة 100 يوم صحة عملها بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تقديم الخدمات لنحو 25 ألف مواطن خلال أسبوع. تهدف هذه المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين. تقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، فضلا عن خدمات دعم صحة المرأة. الحملة جت نتاجا واستمرارا لجهود الدولة المصرية بالمبادرة الرئاسية. فكرة 100 يوم صحة، احنا دمجنا كل خدمات وزارة الصحة طبعا في ال 100 يوم دول ما بين خدمات مبادرات رئاسية. طبعا قدرنا نوصل لكل مكان، الحملة موجودة في كل المراكز والمدن والقرى، تجوب المدن والقرى والمراكز والنجوع. خدمات المبادرة الرئاسية كلها وخدمات تنظيم الأسرة، القوافل تنظيم الأسرة منتشرة، وقدرنا نحصن عدد كبير من السيدات في محافظة الإسماعيلية. كذلك برضو خدمات الوقائي وخدمات المرور على محلات الأغذية وخدمات المرور على أماكن صحة البيئة وحمايات السباحة في هذا الموسم. كل الخدمات الصحيه كمان بيتم احالتها للمستشفى. زي ما انتم شايفين في الخلفيه ورانا دي عربيه قافله متنقله فيها اكتر من 93 صنف دواء، بنقدر نصرف للمريض الدواء اللي محتاجه، ولو في حاله بنقدر نحيله للمستشفيات. وفي حياة كريمة، واصلت القافلة العلاجية التابعة لمديرية الصحة أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية الأعقاب الكبرى في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة الكشف وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان ل 846 من المترددين من أبناء القرية والقرى المجاورة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة. بحياة كريمة نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، إلى عناوينها. مصر تحيي اليوم الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو، ذكرى استجابة القوات المسلحة للإرادة الشعبية بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية. مصر تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وتحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. أوكرانيا تقر بتقدم القوات الروسية بمناطق شرق البلاد، والأمن الروسي يعلن إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة. كل عام أنتم بخير.